السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. معكم النهاردة مع خامس فيديو من سلسلة Penetration Testing Labs بعنوان ARP Spoof Attack. طيب الأتاك اللي هندرس عليها النهاردة هي الARP Spoof. تعالوا نتكلم كده عن الشق النظري للأتاك قبل ما نخش في شق التنفيذ على الكالي لينكس. أنا دلوقتي مثلا عندي راوت نسيت بس ايه انا دلوقتي عندي راوتر متصل مثلا بسويتش. السويتش ده مثلا متصل بجهاز كمبيوتر. حلو قوي كده. هفترض ان عنوان النتورك دي مثلا 10.0.0.0/24. الراوتر ده واخد دوت 1، الجهاز هنا واخد دوت 2. هنقول ان الراوتر ده الماك ادرس بتاعه. الماك ادرس طبعا انا عارف ان هو 12 ديجيت ان هكساديسيمال. انا هقول مثلا هفترض يعني ان هو 4 وحيد اختصارا بس مش اكتر، والجهاز ده 4 2. طيب بفرض ان الراوتر ده مثلا ايه متصل بالاي اس بي فمثلا لو الجهاز دلوقتي عايز يطلع عليه الانترنت، فبالتالي الجهاز هيعدي على الراوتر الاول. الجهاز بيعمل ايه؟ الجهاز دلوقتي لو عايز يطلع على الانترنت بيعمل ARP على الاي بي، على الماك ادرس بتاع الراوتر. يعني بيقول الجهاز اللي الاي بي بتاعه 10.0.0.1 يبعت لي الماك ادرس بتاعه. يوم الراوتر باعت الماك ادرس للبي سي، هنفرض مثلا ان ده بي سي 1 وهنقول مثلا ده راوتر 1. فراوتر 1 بيبعت لبي سي 1 الماك ادرس بتاعي 4 وحيد. يقوم الجهاز اللي هو بي سي 1 يبعت الداتا للراوتر، ثم الراوتر يفرودها على الاي اس بي او على الانترنت سيرفيس بروفايدر لينك. طيب ده كلام جميل جدا. اول ما الجهاز بيستلم الماك ادرس بتاع الراوتر، الجهاز بينستول زي كده جدول جواه. الجدول ده اسمه الارب كاش. ايه هو بقى الارب كاش؟ الجهاز بيبني جدول زي ما انت شايف كده، بيحط فيه هنا الاي بي، يحط هنا الماك ادرس، يحط هنا الماك ادرس. فالجهاز يقول مثلا الاي بي اللي هو 10.0.0.1 الماك ادرس بتاعه 4 وحيد. عرف الاربع وحيد دي منين؟ لان الراوتر راح بعت له ايه؟ الراوتر راح بعت للجهاز الماك ادرس بتاعه اول ما الجهاز عمل ارب على الماك ادرس بتاع الراوتر. فالجهاز بيسيف المكات بتاعه الاجهزه عنده على الارب كاش تيبل، عشان اما يجي يحتاج يبعت لها مره تانية ما يحتاجش يعمل ارب، يبعت ارب تاني. لان الارب رساله برودكاست، يعني رساله برودكاست يعني بت اوفرلود على النتورك بتاعتك. اي رساله برودكاست بت اوفرلود على النتورك بتاعتك، والاوفرلود ده بيسبب نتورك كونجستشن في حاله ان انت عندك اجهزه كتير على النتورك بتاعتك. طيب كذلك الراوتر، برضو بيجنريت ارب كاش تيبل. تمام، يحط هنا اي بي وهنا ماك. فالراوتر بيقول ايه بقى؟ بيقول مثلا الاي بي 10.0.0.0.2 الماك ادرس بتاعه 4 2. حلو قوي كده. هنفترض ان انا وصلت مثلا ثواني بقى كده، يعني ايه نمسح بقى ايه شويه حاجات كده عشان الدنيا تروق شويه. انا هفترض بقى ان في السويتش هنا متوصل الجهاز بتاع الكالي لينكس، الكالي لينكس بوكس او جهاز الهاكر. طيب هنفترض ان اي بي الهاكر مثلا 10.0.0.3/24، وهنفترض ان الماك ادرس بتاعه 4 3. يبدأ كلام جميل جدا. دلوقتي برضو الجهاز برضو هيسيف عنده في اي البي سي 1، هيسيف عنده برضو في الار كاش تيبل الاي بي اللي هو 10.0.0.1. انا اسف هنا هيكون دوت 3، هنا هيكون دوت 3. الماك ادرس 4 3. وكذلك الراوتر هيقول هيسيف برضو الراوتر هيسيف الماك ادرس هنا برضو، هيبقى برضو هيقول هنا 10.0.0.3
تلاتة الماك ادرس 4 تلاتات. طيب ده كلام جميل جدا. الاتاك بتاعتنا بقى هتعمل ايه؟ الاتاك بتاعتنا هيروح الجهاز، هيروح جهاز اللي هو الهاكر، جهاز الهاكر هيروح للبي سي ويقول له 10.0.0.1. 10.0.0.1 ده اني اي بي؟ 10.0.0.1 ده الاي بي بتاع الراوتر. هيروح لبي سي 1 ويقول له 10.0.0.1 الماك ادرس بتاعه مش 4 تلاتات، لا الماك ادرس بتاعه مش 4 وحايد، الماك ادرس بتاعه 4 تلاتات. ده الماك ادرس بتاع مين؟ ده الماك ادرس بتاع الكالي. فالجهاز بالتالي اول ما يبعت الداتا، اول ما يبعت الداتا للسويتش، الداتا او هنتكلم عن الفريم، الفريم بيكون فيها سورس بورت، ديستنيشن بورت، سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، سورس ماك، ديستنيشن ماك. السويتش اب تو لاير 2 يعني بيفهم لحد لغه المكان. فالسويتش هيبص على السورس، السورس ماك ادرس والديستنيشن ماك ادرس. فبالتالي الجهاز ده اما يجي يبعت ل 10.0.0.1 هيبعت له على الماك ادرس بتاع ال4 تلاتات. واضح كده؟ هيبعت له على الماك ادرس بتاع ال4 تلاتات. فالسويتش هيبص على الديستنيشن ماك ادرس 4 تلاتات، يقوم على طول مطلع الداتا لجهاز الهاكر. جهاز الهاكر بدوره هيقوم مفرود الداتا للراوتر، لان جهاز بي سي 1 بعت، الجهاز بعت على 10.0.0.1 يعني قاصد ان هو يروح للديفولت جيت واي بتاعته، ولكن لان الهاكر عامل ارب بويزنينج اتاك او ارب سبوف اتاك، فالداتا وصلت بالغلط لجهاز الهاكر، وكذلك الهاكر بدوره هيفرود الداتا للراوتر. كذلك الهاكر هيروح للراوتر وهيقول له عارف 10.0.0.2؟ الراوتر يقول له اه ده بتاع بي سي 2. قال له، يقول له بقى ايه الماك ادرس بتاعه 4 تلاتات. فبالتالي الراوتر برضه ما يحب يبعت الجهاز اللي هو الماك ادرس بتاعه 4 اتنينات، اللي هو الاي بي بتاعه 10.0.0.2. فبالتالي الراوتر هيبعت برضه للكالي لينكس او جهاز الهاكر الداتا، وكذلك الهاكر هيقوم يفرود الداتا للبي سي 1. هنا واضح من الشكل الديزاين او السيناريو اللي انا حكيته ان جهاز الهاكر بيقف في نص الكونكشن ما بين الجهاز بي سي 1 وبيقف ما بين الراوتر اللي هو ار 1. وهي دي فكره الارب سبوف. الارب سبوف ان انا بروح لكل جهاز بعمل بويزنينج للارب كاش جوه كل جهاز. بروح للبي سي 1 واقول له الماك ادرس بتاع 10.0.0.1 اللي هو الاي بي بتاع الراوتر، الماك ادرس بتاعه بدل 4 وحايد اللي هو الريال ماك ادرس للراوتر هنقول اللي هو 4 تلاتات، تمام. وكذلك اروح للارب كاش تيبل بتاعت الراوتر واعملها بويزنينج واقول له ان الماك ادرس او الاي بي بتاع الراوتر 10، الاي بي بتاع بي سي 2 اللي هو 10.0.0.2 الماك ادرس بتاعه مش 4 تنات، لا 4 تلاتات. فبالتالي الراوتر لما يحب يبعت لبي سي 1 هيبعت لمين؟ هيبعت للكالي. وكذلك الجهاز لما يجي يحب يبعت للراوتر هيبعت لمين؟ هيبعت للكالي. وانت بدورك بقى في الكالي اللي انت تفرود الداتا ما بين الراوتر للجهاز والعكس. وكذلك فبالتالي الجهاز ده لما يحب يطلع على الانترنت كل يعني هيطلع عن طريق الراوتر. ما انا قلت في اول المثال الجهاز لما يحب يطلع على الانترنت بيطلع عن طريق الراوتر، بيعمل ارب عشان ياخد ايه الماك ادرس بتاع اي بي الراوتر. فبالتالي الجهاز لما يحب يطلع على الانترنت بالتالي هيروح لجهاز الكالي لينكس الاول. فبالتالي كل الداتا اللي هتروح للجهاز اللي طالع على الانترنت اللي هو بي سي 1 هتوصل لجهاز الهاكر. طيب ده كلام جميل جدا. تعالوا بقى نشوف ايه الكونفيجريشن بتاعتنا هتمشي ازاي. انا عندي في الدياجرام ده اللوكال فيكتيم ده اللي هو بي سي 7، تمام. وعندي اللوكال فيكتيم ده اللي هو بي سي 7، وكذلك عامل ارب سبوف ما بينه وما بين الراوتر. ده جهاز الهاكر اللي هو الكالي لينكس. طيب ده كلام جميل جدا. لو انا رحت البي سي 7، انا هروح دلوقتي البي سي 7 وهعمل ران سي ام دي، هعمل بينج على اي بي الراوتر 10.0.1 وبيبنج معايا تمام التمام على الراوتر، تمام. هعمل اي بي كونفيج، هتشوف بس الاي بي بتاع البي سي 7 جهاز الاكس بي ده 10.0.3. طيب لو انا جيت عملت برضو بينج على اي بي الكالي برضو بيبنج معايا تمام التمام. طيب
لو انا بقى جيت عملت ارب داش اي هيجيب لي دلوقتي جدول الارب كاش تيبل بتاع بي سي 7 او الجهاز الاكس بي اللي هو الضحيه الفيكتم، بيقول لك ان ال 10.0.1 ده الماك ادرس بتاعه سي اي او 0 او 0 او 02 سي اي 02 6 اي 18 001 سي. هيقول لك برضو ان ال 10.0.2 اللي هو بتاع الكالي 00 سي 29 55 اي 4 بي 0 تمام كده. طيب ده كلام جميل جدا. لو انا رحت للراوتر عندي، رحت على الراوتر عملت برضو شو ارب تمام، فالراوتر هيقول لي ايه؟ هيقول لي ان ال 10.0.2 اخره اي 4 بي 0 ده اللي هو الكالي، و10.0.3 اخره 21 7 اي، اخره 21 7 اي. ده كلام جميل جدا. انا دلوقتي هروح للكالي، هروح للكالي لينكس وهبدا اعمل الار بويزنينج بتاعي. الامر ايه؟ ار سبوف ار سبوف داش اي ايثرنت 0 داش تي من 10.0.0.1 ده الجهاز اللي انا هضحك عليه. يعني انا دلوقتي هروح للراوتر واقول له يا راوتر الماك ادرس بتاع 10.0.2 3 بقى اللي هو الضحيه هو الماك ادرس بتاع الكالي. هنا تي سمول وبدات الار بويزنينج تشتغل تمام كده. هفتح تيرمينال تانيه وهكتب برضو ار سبوف داش اي ايثرنت 0 داش تي من 10.0.3. يعني هروح هضحك على الجهاز اقول له ان الماك ادرس بتاع 10.0.1 اللي هو الراوتر هو الماك ادرس بتاع الكالي وادوس انتر. فبالتالي لو انا رحت البي سي 7 وجيت عملت ارب داش اي، المفترض ان الماك ادرس اللي جنب 10.0.1 تمام، الماك ادرس اللي جنب 10.0.1 يتقلب للماك ادرس بتاع الكالي اللي هو 10.0.2. شفت كده؟ و اهو 10.0.1 اهو بقى الماك ادرس بتاع الكالي اللي هو اخره بي 4 بي 0 تمام كده. طب ده كلام جميل. انا فاضل هحط امر الايكو عشان الكالي يفرود الداتا. لو وصلت من الجهاز، لو الداتا اللي رايحه من الجهاز على الراوتر هتروح لمين؟ للكالي الاول. فبالتالي الكالي انا هدخل عليه امر عشان اما تجيله داتا من الضحيه intended ان هي تروح للراوتر فرودها للراوتر، وكذلك العكس صحيح لو داتا جات لك من الراوتر intended ان هي تروح لجهاز الضحيه فرودها على جهاز الضحيه. وده امر اللي هو ايكو 1 بروك سيس نت اي بي فيرجن بور اي بي فورورد. ده كلام جميل جدا. طيب لو انا بقى ايه رحت على البي سي، قبل بس ما اروح على الجهاز الضحيه هكتب واير شارك، هشغل برنامج الواير شارك. ما هعمل كابتشر على ايثرنت 0. طيب انا دلوقتي هعمل فلتر على الاي سي ام بي باكيتس واي ابلاي. طيب لا هروح دلوقتي على الجهاز الضحيه وهكتب بينج على اي بي راوتر. ده كلام جميل جدا، بيقول لك اهو ادي الباكيتس وصلت لك، بيقول لك سورس 10.0.3 بعت اي سي ام بي بينج ريكوست ل 10.0.1. طيب ده كلام جميل برضو. 10.0.3 بعت برضو ل 10.0.1 وبعدين 10.0.1 ورد على 10.0.3. فبالتالي بقت الباكيتس عندك مكشوفه، بقت الباكيتس عندك مكشوفة. انا ممكن بقى ايه اعمل شوية حاجات كده، مثلا ممكن مثلا اكتب درافت نت داش اي ايثرنت 0 تمام، وهنشوف بقى ايه فايدة الدرافت نت ده. لو انا مثلا رحت هنا على الانترنت اكسبلورر، انا المفترض طبعا ليا الجهاز ده داخل على الانترنت، المكنه دي داخله على الانترنت. طب ده كلام جميل، انا جيت اعمل بينج www.google.com، ده برضو كلام جميل يعني الدي ان اس شغال. هروح بقى ايه على الانترنت اكسبلورر
ومثلا انا هخش على موقع اليوم السابع مثلا، لان ده طبعا يعني انا هخش دلوقتي بقى ايه على صفحة اليوم السابع. وطبعا برضو ممكن اكتب برضو على التيرمينال URL snar zero. طب لو انا مثلا google.com برضه البي سي. طيب لو انا رحت مثلا ايه موقع مثلا زي يلا كورة مثلا، عايزين مثلا احنا عايزين بس ايه موقع فيه صور، يعني ايه فيه صور كتير كده وداتا كتير. انا هجرب كده اخش من هنا على فايرفوكس بدأ الموقع يفتح معايا اهو. استنى كده ان يكمل. تمام. لو انا رحت على الكالي لينكس، دلوقتي ده بعض الصور اللي جاية من اليوم السابع. تمام، زي مثلا هو فوتو 7 او يعني ما ده برضو من على اليوم السابع اهو. تمام. لو انا رحت برضو اليور ال سنارف ده بيجيب لك اللينكات اللي فاتحها الضحية اللي انت عملت عليه ارب سبوف، فبالتالي كل الداتا اللي هو بيبعتها طبعا بتجيلك او بتوصل لك. دي اتاك الارب سبوف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.